رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى صحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. أما بعد، نكمل قراءة وشرح كتاب نور اليقين في سيرة سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم، تأليف الشيخ محمد الخضري رحمه الله، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء مصنفاته وشراحها في الدارين، آمين. انتهينا تقريبا من الكتاب في المجلس السابق، ولكن المصنف أراد أن يجمع نبذة في آخر كتابه لشمائل النبي صلى الله عليه وسلم مجملة. والشمائل هي صفات النبي الخلقية والخلقية، وعاداته مع الناس، وأحواله عند نومه، عند طعامه، عند شرابه، وهذا كله لنتأسى به صلى الله عليه وسلم، حتى لا تشغلنا أحداث السيرة عن التأسي بشخصه صلى الله عليه وسلم وأفعاله. فهذا الجزء من الكتاب مهم لا يقل أهمية عن السابق. فبدأ يقول شمائله عليه الصلاة والسلام: منح الله سبحانه نبينا صلى الله عليه وآله وسلم من كمالات الدنيا والآخرة ما لم يمنحه غيره ممن قبله أو بعده. ولا بد أن نأتي لك في هذا الباب بنبذة يسيرة. نبذة يعني قطعة، إنما نبذة بالفتح يعني ناحية، فانتبذته يعني إيه؟ جاي نبذة يعني قعدت في ناحية بعيدة، يبقى بفتح النون تبقى ناحية، لكن بضم النون يبقى قطعة، فهنا يناسبها ضم النون. تقول إيه؟ بنبذة يسيرة من محاسن صفاته وأحاسن آدابه، لتكون لك أنموذجا تسير عليه حتى تكون على قدم نبيك صلى الله عليه وسلم، يعني على أثره، يتجعله إمامك وأمامك في كل أحوالك صلى الله عليه وسلم، فتستحق الحمد في الدنيا والذخرى في الأخرى. فاعلم أرشدني الله وإياك وهدانا للصراط السوي أن خصال الجلال والكمال في البشر نوعان: ضروري دنيوي اقتضته الجبلة وضرورة الحياة. ضروري يعني ربنا خلق كده، في ناس ربنا خلقهم كده فيهم كمال، عنده حكمة، عنده ذكاء، عنده شجاعة، عنده إقدام، دي حاجة كده مخلوق بيها، فاهم؟ طريقة كلامه فصيحة جميلة، تصرفاته وحركاته كده فيها نوع من الرشاقة، وقعدته فيها جمال وأدب، هو طبيعته كده، ده يسموه ايه؟ شيء ضروري مخلوق بيه. في بقى حاجة تانية مكتسبة، الإنسان بيكتسبها ويدرب نفسه عليها مع الحياة، فيكتسب صفات طيبة من الحلم، من الأناة، من الرضا، من مؤانسة الناس ومواساتهم، قضاء أحوالهم وحاجاتهم وهكذا. ففي من الضروري اللي هو إيه؟ الدنيوي اقتضته الجبلة وضرورة الحياة، زي الأكل والشرب والزواج والحاجات البشرية المعتادة. ومكتسب ديني، وهو ما يحمد فاعله ويقرب إلى الله زلفى. فأما الضروري فما ليس للمرء فيه اختيار ولا اكتساب، مثل ما كان في جبلته يعني في طبيعته عليه الصلاة والسلام من كمال الخلقة. يعني النبي صور في خلقة على أجمل صورة، هو ما اختارش كده. أنت ما بتعرفش تختار لنفسك أنك تغير ملامح وجهك، أو تغير طولك، وتغير طريقة مشيتك، ولا طريقة كلامك، ما تعرفش كويس، دي حاجات بتبقى مخلوقة مع الإنسان. النبي بقى في صورته البشرية الجبلية كان على أكمل حال وأجمل حال صلى الله عليه وسلم، فهو أجمل الخلق على الإطلاق، وأكمل الخلق على الإطلاق، وأفضل الخلق على الإطلاق، وأشجع الخلق على الإطلاق، وهكذا كل صفة حميدة هو الأول فيها صلى الله عليه وسلم. عشان كده اسمه إيه؟ لخص الكلمة دي إيه؟ محمد. إيه محمد دي؟ بتلخص لك كل حاجة، يعني هو محمود من جميع الخصال الظاهرة والباطنة صلى الله عليه وسلم. فأما الضروري فما ليس للمرء فيه اختيار ولا اكتساب، مثل ما كان في جبلته عليه الصلاة والسلام من كمال الخلقة وجمال الصورة وقوة العقل وصحة الفهم
وفصاحة اللسان وقوة الحواس والأعضاء واعتدال الحركات وشرف النسب وعزة القوم وكرم الأرض، لأنه إيه؟ ولد في أفضل بقعة يحبها الله اللي هي مكة، وكرم الأرض، ويلحق به ما تدعو ضرورة الحياة إليه، ويلحق بذلك يعني ما تدعو ضرورة الحياة إليه من الغذاء والنوم والملبس والمسكن والمال والجاه. تجد النبي في هذا كله على أكمل حال. عايز تأكل على أحسن أدب، شوف النبي كان بيأكل إزاي. عايز تنام على أحسن أدب، شوف النبي كان بينام إزاي. وهكذا في كل فعل بشري معتاد، شوف النبي كان بيعمله إزاي، وحاول تتأسب علشان تقترب من الكمال. أما المكتسبة اللي الإنسان بيكتسبها بقى بخبراته في الدنيا، أما المكتسبة الأخروية فسائر الأخلاق العالية والأداب الشرعية من الدين والعلم والحلم والصبر والشكر والعدل والزهد والتواضع والعفو والعفة والجود والشجاعة والحياء والمروءة والصمت والتؤدة والوقار، تؤدة يعني التأني في الأمور، والوقار والرحمة وحسن الأدب والمعاشرة وأخواتها، وهي التي يجمعها كلها في كلمة واحدة، حسن الخلق. كان يقول له وإنك لعلى خلق عظيم، ويقول أدبني ربي فأحسن تأديب. فإذا نظرت رعاك الله إلى خصال الكمال التي هي غير مكتسبة وفي جبلة الخلقة، وجدته عليه الصلاة والسلام حائزا لجميعها محيطا بشتات محاسنها. فأما الصورة وجمالها وتناسب أعضائه في حسنها فقد جاءت الآثار الصحيحة والمشهورة، يعني الآثار اللي هي الأحاديث والأخبار الكثيرة بذلك، من أنه صلى الله عليه وسلم كان أزهر اللون، لون بشرته إيه؟ أزهر اللون، يعني أبيض مشرب بحمرة، أدعج يعني إيه؟ شديد سواد العين، أنجل يعني واسع شق العين. يبقى العين الواسعة والسوداء أجمل من العين الخضراء والزرقاء. فهمت إزاي؟ ليه؟ لأن النبي كان عينه سوداء، لو كانت العين الخضراء أحلى كان ربنا اختار له يبقى خضر. يعني مقاييس الجمال خدها من النبي، تاخد مقاييس الجمال كلها من النبي. فهمت بقى؟ صلى الله عليه وسلم. لما حد يسألك لون البشرة البيضاء ولا السمراء ولا السوداء، والبيضاء اللي هي البيضاء الأمهق اللي هو ما فيهاش أي حمرة زي الملاية البيضة كده، ولا الأبيض المشرب بحمرة، ولا الأحمر خالص زي اللي مسلوخ كده وطالع من حمام سخن، واخد بالك؟ كل دي ألوان في البشرة، في ناس حمرة شوية يميل للحمر، في ناس تميل للبياض، ناس أبيض خالص زي البرص كده زي الأبرص، ألوان كتيرة للبشرة. طب أي لون أحسن؟ الإجابة تقول هو النبي كان لون بشرته إيه؟ يقول لك أبيض مشرب حمر، يبقى هي دي، يبقى الإجابة هي دي. فهمت بقى إزاي؟ وكذلك كل بقى خصلة. يبقى كان النبي أزهر اللون، أدعج أنجل، أشكل. أشكل يعني إيه؟ يعني في مآقيه، عارف أنت سواد العين بيبقى فيه بياض خارجي وبياض داخلي، البياض الداخلي اللي جهة الأنف يسموه ايه؟ المآقي، والبياض الخارجي يسموه الملاحظ. فهمت ازاي؟ ملاحظ. المآقي الداخلية دي كان النبي فيه عنده حمرة دائمة فيها من كثرة السهر والبكاء والاهتمام بأمور ايه؟ أمته صلى الله عليه وسلم، فيسموه ايه ده بقى اللي عنده حمار كده داخل في الحتة الايه؟ البياض الداخلي ده اللي في المآقي يسموه أشكل، وهي من علامات ايه؟ الجمال الرجولي، ان الراجل ده من اهل المسؤوليه وراء مسؤوليات كبيره. فهمت ازاي؟ فده من كمال الرجوله فيه صلى الله عليه وسلم. اهدى بالاشفار، يعني الاشفار اللي هي الرموش، واخد بالك ازاي؟ الاشفار والاهداب بمعنى واحد. اهدى بالاشفار يعني طويل رموش العين، رموش عينه سوداء طويله، ومع انحنائها كده يدي لك كحل طبيعي، تعمل ظل فتدي لك كحل طبيعي، تظن أنه أكحل وهو بغير كحل صلى الله عليه وسلم. يبقى ده أهدى بالأشفار. عشان كده في المدائح يقول لك كحيل العين، الناس في المدائح كتير تصف النبي بهذا المعنى.
أهدى بالأشفار، أبلج. أبلج يعني منور، يعني كأنه منور كده صلى الله عليه وسلم، لدرجة لما كان تيجي له الوفود وهو قاعد في وسط الصحابة، الناس أول مرة تشوفه يشوفه كده وهو ده النبي على طول، يعني لا تخطئه العين من غير ما حد يقول لهم هو ده النبي. أبلج يعني مضيء، أزج يعني الحواجب بتاعته بتسوية طبيعي، أزج الحواجب يعني إيه؟ حواجب هي مسواة طبيعي كده جميلة. أقنى الأنف، يا إما تبقى فطسة داخلة لجوه كده مقعرة، يعني أفطس زي واحد واخد بوكس كده في مناخيره يقوم إيه تتكسر العظمة دي تقوم داخلة فيه، أفطس، في ناس خلقتها فطسة كده واخد بالك، يا إما يكون إيه مستوي كده على طول واخد بالك، يا إما يكون فيه احتداب خفيف. الاحتداب الخفيف ده اللي هو يجمع بين ايه جمال الاستواء وجمال الانحناء، فلو هو منحني عامل زي المنقار ولا هي مستوية كده كأنها يعني زي المسطرة، لا يسموه أقنى، يبقى أخذ قليل من الانحناء مع كثير من الاستواء، أدي معناه أقنى، فده إيه وصف للأنف الشريفة صلى الله عليه وسلم. أفلج، أفلج يعني إيه؟ يعني أسنانه في مسافة بسيطة بينها وبين بعضها، مش راكبة على بعضها ولا واسعة أوي مفرطة، فهمت إزاي؟ علشان وده علامة الفصاحة في الكلام. أفلج، مدور الوجه، مدور الوجه يعني وجهه فيه تدوير لأنه لم يكن بالمكلسم زي ما قال سيدنا علي، يبقى المكلسم اللي هو وشه مدور كده زي إيه زي الدايرة زي الجماعة الصينيين، وزي ايه تلاقي وشه مدور كده واخد بالك، وفي الجماعه الايرلنديين اللي بايرلندا تلاقي وشه طويل عامل زي الشمامه كده واخد بالك ازاي. النبي بقى كان ايه، كان يعني ايه لم يكن بالمكلثم، يعني ما كانش مستدير اداره كامله ولا مستطيل اطاله كامله، واخد من كل صفه اجملها، فهمت ازاي؟ فاستداره في استطاله، ادي معنى ايه المكلثم اذا وصف بها النبي. لما تنفى عنه يقول لك لم يكن مكلثم، يعني لم يكن مستدير استدارة كاملة، ولما يصف مكلثم يقصد استدارة مع استطالة، خدت بالك دي ايه؟ دي شكل الوجه. يعني واسع الجبين، احنا عندنا هنا في حاجة اسمها جبهة اللي انت بتسجد عليها، كل واحد ليه جبهة واحدة تسجد عليها اللي هي أعلى الأنف كده، وأنت طالع على الرأس تمشي في الأنف تخلص تخش في إيه؟ في الجبهة، كويس؟ حوالين كل جبهة جبينين، يبقى ده جبين وده جبين واخد بالك؟ يبقى الجبين إيه ما جاور الجبهة من الجانبين، يبقى كل واحد ليه جبينين. كان النبي بقى جبينه ده واسع جميل، واسع الجبين صلى الله عليه وسلم. كث اللحية، كانت لحيته كثة، يعني ايه كثة؟ يعني لا يرى بياض البشرة من خلال الشعر، دي معناها كث اللحية، يبقى اللحية الخفيفة هي التي ترى بياض البشرة أو لون البشرة من خلال الشعر، واللحية الكثة لا ترى بياض أو لون البشرة من خلال الشعر. فكان النبي كث اللحية، تملأ صدره يعني نزل لحد صدره كده صلى الله عليه وسلم، جميلة. سواء البطن والصدر، يعني بطنه وصدره سواء كده ملوش كرش، النبي ليه كرش ما افتكرش واخد بالك، يبقى ملوش كرش صلى الله عليه وسلم، ليه بطنه وصدره سواء كده واخد بالك، ده دليل ايه بقى؟ الفتوة وقوة البدن واخد بالك، الفروسية، كل لو النبي كان ايه يمتاز في هذا كله صلى الله عليه وسلم. سواء البطن والصدر، عظيم المنكبين، المنكبين اللي هو ايه الكتف مجمع، يعني لما ينتهي العضد ويبتدي ايه يمسك في كتفك، التقاء العضد مع الكتف ده يسموه المنكب اللي هو المفصل الكتفي، فهمت ازاي؟ ده المنكب. فكان النبي ايه عظيم المنكبين، وعظم المنكبين دليل ايه قوة ايه البدن، يعني كأن بدنه حاجة متينة كده، مش تحط كده تلاقي شوية عظم، لا ده حاجة كده عضلات وعظمه مفاصل محترمة، فهمت ازاي؟ ضخم العظام، عظم جسمه بقى ضخم،
إيه؟ لأنه كان فارساً، كان أقوى أهل عصره صلى الله عليه وسلم. أنت عارف ده مسك ركانة، اللي هو ركانة ده كان إيه؟ مصارع العرب، حدش ده بتاع السومو بتاع العرب ده، ما حدش رقده على ظهره. النبي صلى الله عليه وسلم لما التقى بيه، وإحنا قرينا كده في السيرة، قال له صارعني، إيه دليل إنك أنت رسول الله؟ قال له أصرعك، ما حدش صرعه أبداً. فقال له خلاص صارعني، فعمل له كده بيد واحدة، وقع. أول مرة كان يقع. فقال سحرني، تاخد بالك. يبقى ايه؟ عظيم المنكبين، ضخم العظام، عبل العضدين. العضد اللي هو ايه؟ من المرفق للكتف، يسموه العضد. عبل العضدين يعني مليان عضلات كده، فهمت ازاي؟ يبقى معناه عضلاته قوية، يعني عظيم الايه؟ العضد. عبل العضلين، العضدين والذراعين والأسافل، يعني رجليه ضخمة، ذراعه ايه ضخم، الذراع اللي هو من الايه؟ من المرفق لحد الكف يسموه الذراع. فكل دي كانت عظيمة في النبي ليه؟ لكمال عضلات جسمه وقوتها صلى الله عليه وسلم. رحب الكفين، كف رحب، تيجي تسلم عليه كده ايدك تغطس فيه. ورحبة الكف عند العرب علامة الكرم والعطاء، فأول ما يلاقي زي برضو واسع الجبين علامة الذكاء وبعد النظر وبعد الأفق. يعني ما يبقى واحد كده جبينه واسع، دليل أنه هو بعيد الأفق، عنده حكمة. يعني إيه الخلقة لها أثر في إيه؟ في تصرفات الإنسان برضو، تقدر تستشف تصرفات الإنسان اللي هو بيسموه إيه؟ علم إيه؟ بيسموه علم الفراسة. تشوف إنسان كده من خلال هيئته الجسمانية الظاهرية تعرف طباعه ايه من غير ما تعاشره، فهمت؟ انت فاكر بوش كان ايه؟ جبينه ضيق كده، وعشان كده كل القرارات اللي خدها كانت قرارات ضيقة الافق، غرق الدنيا، فهمت ازاي؟ فكل ما يبقى الايه؟ الجبين ضيق كده دليل ضيق الافق، وكثير من حكام هؤلاء الزمان ايه؟ تلاقيهم ضيق الافق من هذه الصورة البدنية المعروفة. كذلك الكف اللي كفه صغير كده وصوابعه قصيره، العربي لما يشوف واحد كده يقول لك ده بخيل، غالبا ده راجل مسيك، يعني بيمسك ما بينفقش. النبي بقى كان رحب، رحب الكف، كان اكرم الخلق صلى الله عليه وسلم. يبقى رحب الكفين والقدمين، والقدم ما تبقى رحبه دليل ان وقفته ثابته على الارض، قوه البدن والثبات والتوازن، مش يجي له حد يزقه كده يقع ولا لا. فكان ايه؟ دليل ايه؟ قوة البدن الشريف صلى الله عليه وسلم. سائل الاطراف، يعني الاطراف كلها طويلة، صوابع ايديه طويلة، صوابع اقدامه طويلة جميلة كده، واخد بالك ازاي؟ وده كله ده دليل المهارة. لما تلاقي واحد صوابعه طويلة تقول ده ماهر، عنده مهارة يدوية، فاهم؟ أنور المتجرد، يعني الجسم المتجرد من الشعر، الجزء من جسمه المتجرد من الشعر منور، يسموه أنور المتجرد، يعني الأجزاء المتجردة من الشعر في جسده منيرة صلى الله عليه وسلم. دقيق المسروبة، كان النبي عنده شعر أعلى صدره وعلى منكبيه، يجتمع هذا الشعر في الوسط في خط يمشي لحد السرة، فيسموا الخط ده إيه؟ المسروبة. خط شعر كده مجتمع نازل لحد السر. دقيق المسروبة، ربعة القد، القوام بتاعه بقى ربعة، تشوفه كده لا تقول عليه طويل ولا تقول عليه قصير، لكن تقول عليه ايه؟ جميل، فهمت ازاي؟ فلا تقدر تقول عليه ده يعني طويل قوي ولا تقول عليه قصير، لا ده هو كده جميل، ما تقدرش تعدل حاجة، هو كله كده عدل، فهمت بقى؟ ادي معناه ربعة القد، ليس بالطويل البائن ولا القصير المتردد. ومع كونه بذلك لما يمشي مع واحد طويل يبقى اطول منه، حاجة غريبة. يعني حتى القوام الشريف كان فيه برضه معجزة من المعجزات. يمشي مع واحد اطول منه يبقى هو قده. وهو ماشي معاه. يجي ينصرف عادي تلاقيه طوله عادي. يعني عدي بن حاتم الطائي ده كان معروف من الصحابة الطوال، وقيس بن سعد بن عبادة كانوا صحابة طوال معروفين بالطول، كان لدرجة بعدهم ما يركب الفرس يدلدل رجله كده يطول الأرض وهو راكب الفرس من كتر ما هو طوال،
دول كانوا يمشوا جنب النبي، النبي يبقى طولهم. واخد بالك حاجه غريبه، لو قاعد في وسط الناس يبقى اعلى كتف هو كتف النبي صلى الله عليه وسلم. كل دي خصائص في الجسد الشريف. اللي يجي لك يقول لك بشر معتاد، نقول له تعال اسمع وشوف، ما انت لو شفته ما كنتش تقول معتاد. رابعة القد ليس بالطويل البائن ولا القصير المتردد، ومع ذلك فلم يكن يماشيه احد ينسب الى الطول الا طاله، يعني بقى مقاسه صلى الله عليه وسلم. رجل الشعر، يعني شعره ايه؟ مرجل كده مصفف مموج وناعم، ناعم مموج اسود، لا هو صبت يعني نازل كده بلا تموج زي شعر كثير من ايه من الناس كده، تلاقي شعره نازل كده حته واحده صبت، ولا هو مكتكت. واخد بالك مكتكت يعني ايه؟ يعني قطط، يسموه قطط باللغه العربيه بالقاف، المصريين خلوها بالكاف وخلوها مكتكت، هي قطط. واخد بالك ازاي؟ النبي ما كانش كده، خد من الكتكته التموج، وخد من السبوطه الايه؟ النعومه، فياخد من كل صفه جمالها. فاهم؟ ما هو الوقت الستات ما بيعلوا يلولوا شعرهم كده علشان يعني يعملوا الجمال في شعرهم، يعني يعني دليل برضو ان ايه؟ ان التلويه دي نوع من الجمال. النبي بقى كان مموجا سبطا، واخد بالك؟ يعني ناعم مع تموج، ادي معنى رجل الشعر صلى الله عليه وسلم. إذا افتر ضاحكا افتر عن مثل سنى البرق، يعني إذا افتر يعني ابتسم فبنت إيه؟ أسنانه. يقول لك افتر ضاحكا يعني ابتسم فظهرت أسنانه، افتر يعني أظهر عن مثل سنى البرق، واخد بالك إزاي؟ يعني إيه أسنانه؟ وعن مثل حب الغمام، يعني أسنانه عليها الريق الشريف. تقول إيه بقى؟ مفيش أجمل من كده صلى الله عليه وآله وسلم. وإذا تكلم رؤيا كالنور يخرج من بين ثنايا، رؤيا، والرؤيا دي كان لا يراها إلا المصدقين بيه، إنما الكافر ما يشوفش نور النبي. الكافر محجوب بإيه؟ بالبشرية المعتادة، لأنه شايفه بشر معتاد ما يشوفش. أول ما يقول أشهد أن محمد رسول الله يشوف الخصائص، تظهر الخصائص. وإذا تكلم رؤيا كالنور يخرج من بين ثناياه، ثنايا اللي هي ايه؟ الثنايا اللي هي اسنان الاثنين الفوقانيين واثنين ايه؟ تحتانيين، اسمهم الثنايا العليا والسفلى اثنين. احسن الناس عنقا، يعني رقبه، يقول لك جيده كجيد دمية. عارف الدمية اللي هو التمثال؟ شوف انت لما يعمل تمثال بقى ويوضب الرقبه كده ما يعملهاش فيها تجاعيد كتير، ولا يعمل لك تفاحه ادم طالعه كده كانها هتشك البتاع، ولا تطلع ايه يعني رقبة جميلة كده، ولا عروق نفرة، ولا مش عارف المناظر زي ايه الجرع اللي بينفخ ده في المزراب ده بتاع اللي بيقولوا يا ليل يا عين، عروق نفخ كده كأنها هتنفجر مننا. واخد بالك؟ لا هو ايه، النبي صلى الله عليه وسلم كانت رقبته جميلة، يقول لك ايه؟ كجيد دمية، يعني كايه؟ كأنها رقبة تمثال من جمالها، ما فيهاش شعر كمان. واخد بالك؟ كأنما صيغة من فضة. كل دول وصفوا النبي صلى الله عليه وسلم. أحسن الناس عنقا ليس بمطهم ولا يعني مطهم يعني يعني كثير اللحم. المطهم اللي هو إيه؟ عنده سمنة يعني، وعنده أجزاء من جسمه مرهرطة كده، ده اسمه المطهم. النبي ما كانش كده. ولا مكلثم، مكلثم يعني إيه؟ مستدير الوجه. لم يكن، لأن كان وجهه مستدير في استطالة صلى الله عليه وسلم. متماسك البدن، يعني ما فيش ايه؟ ترهلات، متماسك البدن. ضرب اللحم، يعني عضلاته ماسكه نفسها، يسموه ضرب اللحم، عضلات متماسكه. قال البراء بن عازب: ما رايت من ذي لمه سوداء، اللمه اللي هي وصف شعر النبي لما يلم الى الايه؟ الى المنكبين، لما يطول المنكبين، الم بمنكبيه يسموه لمه. فهمت ازاي؟ إذا وصل لشحمة أذن يسموه وفرة. إذا ضرب بين إيه كتفيه يسموه جمة. يبقى إيه عندنا وصف إيه شعر النبي؟ كان مشايخنا يقولون إيه؟ افتكرها بكلمة ولج، واو لام جيم، واو تبقى وفرة لشحمة الأذن، اللام لمة إلى إيه؟ إلى المنكبين، جمة
اللي هي بتاعت اخر ولش بقى الجيم اللي هي الجمه، يضرب ما بين ايه من كبين، يبقى مدلدل على ظهره من ورا صلى الله عليه وسلم. فبيقول ما رايت من ذي لمه سوداء في حله حمراء احسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني اجمل من رسول الله. والحمار عند الصحابه اللي هو الايه؟ اللي هو البني. لكن الاحمر القاني بتاعنا ده اللي انت تقول عليه احمر دلوقتي كانوا يسموه قاني. يبقى ايه؟ حله حمراء يعني بنيه. لان ما كانوش يعرفوا كلمه براون دي وبني. واخد بالك في اللغه العربيه ده احنا عرفنا البني لما شفنا البن. والبن ده حاجه حديثه. فلما ايه؟ فنسبناه للون. فاي لون نقول عليه بني لانه نسبه للبن، لان البن معروف شكله. فاهم؟ لكن العرب كانت تسمي اللون البني ده بدرجاته المختلفة يسموه ايه؟ احمر، نوع من الحمار عندهم. وقال ابو هريرة رضي الله عنه ما رأيت شيئا احسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأن الشمس تجري في وجهه، واذا ضحك يتلألأ في الجدر. يعني وهو بيضحك يحس كمان ان الانوار بتنعكس في الجدران حواليه صلى الله عليه وسلم. وفي حديث ابن ابي هاله، لو هند ابن ابي هاله له حديث طويل في في وصف النبي صلى الله عليه وسلم، يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليله البدر. وقال علي في اخر وصفه له من رآه بديهة هابه، النبي كان مغطى بالجلال. فتغطية الجلال دي تجعلك ايه؟ تهابه. واخد بالك؟ اول ما تبص عليه نظرة فاحصة في الاول تقوم تخاف، لكن لما تعاشره تحبه بقى. من رآه بديهة هابه ومن خالطه معرفة أحبه صلى الله عليه وسلم. يقول ناعته لم أرى قبله ولا بعده مثله. يعني كأن سيدنا علي الفصيح ده مش عارف يوصف النبي، فقام هرب من الحكاية دي فصحته برضه. قال أنت هتقول إيه؟ من رآه بديهة هابه ومن خالطه معرفة أحبه. يقول ناعته لم أرى قبله ولا بعده مثله، وخرج من المأزق وصف النبي. لأن العبارة تضيق عن وصف الجمال النبوي. فهمت؟ ده عبارة الفصحاء، فما بالك بقى احنا اللي ما عندناش فصاحة. هنعرف نوصف ايه؟ وأما نظافة جسمه وطيب ريحه وعرقه ونزاهته عن الأقذار وعورات البدن وعورات الجسد، فكان قد خصه الله تعالى في ذلك بخصائص لم توجد في غيره، ثم أتمها بنظافة الشرع. النبي كان ايه؟ نظيف على طول، لدرجه حتى وهو طفل صغير قاعد عند عمه، كان اتربى عند عمه بعد وفاه جده. فعمه كان عنده عيال كتير، يجي والنبي نايم في وسط عياله، يقول فكان يقوم محمد وهو صغير كانما خرج من حمام. يعني كانه قايم مستحمي نظيف، والعيال التانيين اللي قايم معمص ومكلضم وريقه نازل وبتاع. وده النبي قايم كده ايه؟ حاجه جميله. واخد بالك؟ يعني كان بعيد عن اي دنس صلى الله عليه وسلم او اي قذر. كانت حتى رائحه عرقه اطيب من المسك صلى الله عليه وسلم. ثم اتمها بنظافه الشرع، يعني بتوجيهات الشرع الشريف بقى للمسلمين بالنظافه. قال عليه الصلاه والسلام بني الدين على النظافه. ده حديث طبعا واهي ضعيف جدا. واخد بالك؟ بني الدين على النظافه. حديث مروي لكنه واهي الاسناد جدا، لكن احنا نحط مكانه ايه؟ الطهور شطر الايمان. الطهور شطر الايمان ده حديث صحيح رواه الامام مسلم. واخد بالك؟ وقال انس ما شممت عنبرا قط ولا مسكا ولا شيئا اطيب من ريح رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. ده احنا انا اعرف واحد شاف النبي في رؤيا سلم عليه، قام بيشم ايده في الرؤيا، بيشم ايده لقاها كلها مسك، وهو شايفه في الرؤيا، صافحه في الرؤيا، صحي بيشم كده ايه لقاها مسك. قعد اسبوع ريحه ايده حلو ده بعد رؤيته في المنام. فما بالك بقى ما تشوفه يقظه صلى الله عليه وسلم. وعن جابر بن سمره انه عليه الصلاه والسلام مسح خده. جابر بن سمره كان ايه؟ شاب من شباب الصحابه. النبي مسح خده وبيكلمه، قال فوجدت ليده بردا وريحا كانما اخرجها من جؤنه عطار. عارف انت العطار هو اللي بيبيع الروائح، فكان ايده دي مطلعها من عند العطار من وسط الروائح، نائعها يعني في الروائح الطيبه طول النهار. قال غيره
مسها بطيب او لم يمسها، يعني سواء مس بايده الطيب او لم يمسها هي كده مطيبه جاهزه. يصافح المصافح، يصافح المصافح فيظل يومه يجد ريحها، ويضع يده على راس الصبي فيعرف من بين الصبيان بريحها. وروى البخاري في تاريخ الكبير عن جابر: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يمر في طريق فيتبعه احد الا عرف انه سلكه من طيبه. يعني حتى لو مشي في طريق واختفى بقى راح حته بعيده، يجي الناس تمشي في الطريق ده يشموا رائحه النبي لسه سايب اثر، فيعرفوا ان النبي مشى في هذا الطريق. واما وفور عقله صلى الله عليه وسلم وذكاء لبه وقوه حواسه وفصاحه لسانه واعتدال حركاته وحسن شمائله فلا مرية أنه كان أعقل الناس وأذكاهم. يبقى أذكى الخلق على الإطلاق مين؟ الأنبياء. وأذكى الأنبياء على الإطلاق مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم، سيدنا محمد. عشان كده قالوا لابد أنك أنت تعتقد أربع صفات واجبة في الأنبياء عقلا. يقول إيه؟ الصدق والأمانة والتبليغ والفطانة. يبقى لابد تعتقد أن كل الأنبياء لابد أن يكونوا عندهم أربع خصال واجبة عقلا. فهمت ازاي؟ الصدق، فيستحيل ان ربنا يبعت نبي كذاب. والامانه، يستحيل ان ربنا يبعت نبي يخون. والتبليغ، يستحيل ان ربنا يبعت نبي يقول له بلغ وما يبلغش. والفطانه اللي هو الذكاء، الذكاء الايه؟ المفرط، اللي هو يعرفها قبل ما تطير. انت بتعرفها وهي طايره، النبي يعرفها قبل ما تطير، يعني وهي لسه في مخك صلى الله عليه وسلم. ما كانوا يجي له يسالوه يقول لهم تحب اقول لك السؤال اللي جاي يسالوه لي؟ الله، ده هو جاي لسه ما قالش. فالنبي يطلع على ما في قلوبه باطلاع الله له، خد بالك. وطبعا احنا لاحظت في السيره كيف انه حاور اليهود وحاور النصارى وحاور مشرك العرب، واخد بالك، في جدال كثير. فكيف كان في المناقشات من اقصر طريق يصل ايه للاقناع والافحام صلى الله عليه واله وسلم. واما وفور عقله وذكاء لبه وقوه حواسه وفصاحه لسانه واعتدال حركاته وحسن شمائله فلا مرية انه، يعني فلا شك، لا مرية يعني ايه؟ لا شك، فلا مرية انه كان اعقل الناس واذكاهم. ومن تامل تدبيره امر بواطن الخلق وظواهرهم وسياسته للعامة والخاصة مع عجيب شمائله وبديع سيره، فضلا عما أفاده من العلم، العلم علمك ما لم تكن تعلم كمان فوق ده كله، وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيم. وقرره من الشرع وما تعلمه أيضا من الشرع، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالتك، وما وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليه. فهو ازداد علما فوق علم، وحكمة فوق حكمة، ونور فوق نور صلى الله عليه وسلم، دون تعلم سبق. وعدم تعلمه السابق ده دليل صدقه. مش الناس يقولوا بقى ايه اصل ده من كتر تحصيله للعلوم وهو عنده ذكاء فانتج هذا القرآن. لا يا سيدي، القرآن ده مش منتج بشري، ده ربنا جعله على لسان امي لا يقرأ ولا يكتب، ولم يسبق له طلب العلم على احد. فالأمية في معناه إيه؟ أنه لم يطلب العلم على أحد، كما ولدته أمه يعني. أدي الأمية. يبقى الأمية في النبي كانت علامة تصديق وليست نقص. علامة تصديق أنه من الله، كل ما يقول من الله. فقد لبست فيكم عمرا من قبل أفلا تعقلون. يعني أنا قعدت معاك 40 سنة قبل كده، لا كنت بقول شعر ولا بقول حاجات ايه بعلوم متعلقه بالغيوب ولا حاجه، قعدت 40 سنه، فجاه بقيت اخبركم بالغيوب واخبركم بالماضي السحيق والمستقبل الذي ايه لم يحدث بعد الى ان تقوم الساعه، واخبركم بما ايه في انتم تعيشون فيه. طب الحاجات دي كلها جات لي كده فجاه؟ جات لي فجاه بالوحي. فهمت؟ وعلشان كده قال ايه؟ دون تعلم سبق ولا ممارسه تقدمت. يعني لم يمارس علم ولم يطالع كتاب، لم يمتري في رجحان عقله. اللي ينظر للحاجات دي كلها لا يشك لحظة في رجحان عقل النبي وصدقه في البلاغ عن ربه وثقوب فهمه لأول بديهة.
يعني دقة فهمه لأول بديع، يعني لمجرد نظرة عابرة في السيرة كده إيه تدرك هذه الإيه الصفات فيه صلى الله عليه وسلم. وكان عليه الصلاة والسلام إذا قام في الصلاة يرى من خلفه كما يرى من أمامه. وفي الآخر إيه الجماعة الخيبانة تقول إيه النبي بشر معتاد، ده أنت بتتكعبل وأنت ماشي باصص قدامك مش شايف اللي قدامك، تقول بشر معتاد، ده النبي كان يرى من خلفه كما يرى من أمامه ويرى في الظلام كما يرى في النور. يبقى النبي بصر وحواسه ليست كحواسنا، كان يرى بحواسه الملائكة، كان يرى الجنة والنار في محرابه وهو يصلي. فهمت ازاي؟ يرى الجن، يقول لك تفلت علي ايه عفريت البارحة في صلاتي فقبضت علي بيدي وخنقته حتى وجدت برد ريقه على كفي وأردت أن أربطه في سرية من سواري المسجد فتذكرت دعوة أخي سليمان، هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فاحتراما لدعوة سيدنا سليمان، لأن ربنا اداله ملك أكتر من سليمان، لم يرد أن إظهار هذا في الدنيا، لم يرد إظهار ما حباه الله في الدنيا حتى يقر سيدنا سليمان في دعوته ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. يبقى عين النبي بتشوف غير اللي احنا بنشوفه، فهمت بقى ازاي؟ وسمع النبي يسمع غير اللي احنا بنسمعه، وكذلك إدراك النبي يدرك ما لا ندركه نحن. وبذلك فسر قوله تعالى وتقلبك في الساجدين، يعني تقلب بصرك في الساجدين خلفك، دي أحد تفسير الآية، يعني لأن تفسير الآية دي لها تفاسير كثيرة. وقالت عائشة كان عليه الصلاة والسلام يرى في الظلمة كما يرى في الضوء، وكان يعد في الثريا 11 نجما نجما، يعني كان يرى حتى في نجوم السماء اللي انت مش شايفه، بص معاه كده هو شايف اللي انت مش شايفه. تلسكوبات يا عم من غير تلسكوبات، ها؟ عين تلسكوبية من غير تلسكوب صلى الله عليه وسلم. وجاءت الأخبار أنه صرع ركان أشد أهل وقته، اللي هو ملك المصارعة في عصر النبي مين؟ كان ركان، صرعه كده بإيد واحد، وكان دعاه إلى الإسلام. وقال أبو هريرة ما رأيت أحدا أسرع من رسول الله في مشيه، كأنما الأرض تطول، وإنا لنجهد أنفسنا وهو غير مكترس. يعني النبي ماشي كده مستريح ودول بيجروا عشان يحصلوا، واخد بالك؟ كأن الأرض بتطوى إيه تحت قدمي صلى الله عليه وسلم. وقالوا كأنما ينحط من صبب، يعني زي انت ما تبقى نازل في منزل كده، شوف منزل المقطم، واخد بالك؟ اللي طرقه كلها مقطمة لعلها تتسفلت إن شاء الله قريبا، إيه تلاقي نفسك إيه سريع كده على طول، اللهم سفلت لنا طرقنا. وجاءت الأخبار أنه صار عروكان أشد أهل وقته، وكان دعاه إلى الإسلام. وقال أبو هريرة ما رأيت أحدا أسرع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في مشيه، كأنما الأرض تطوى له، إنا لنجهد أنفسنا وهو غير مكترس، يعني غير عابئ، ماشي كده عادي هادي. وفي صفته عليه الصلاة والسلام أن ضحكه كان تبسما، أغلب ضحك النبي تبسما، لدرجة إن الأحاديث اللي وردت في إبداء النواجذ الشريفة ضحك حتى بدت نواجذه معدودة في 14 موقف بس في حياته كلها، جمعها إيه السيد أحمد الصديق الغماري في كتاب الأنوار المنيفة في ظهور النواجذ الشريفة، كتاب كده لطيف يعني جمع كل الأحاديث اللي فيها، فضحك حتى بدت نواجذه، فطلعت حوالي 14 موقف صلى الله عليه وسلم، لكن عدا ذلك كان جل ضحكي التبسم صلى الله عليه وسلم. إذا التفت التفت معا، أما يجي حد يناديله من جنب ما يعملوش كده، لأن كده كأنك بتحتقره، لكن يعمله يلتفت بكله، دليل احترام الناس صلى الله عليه وسلم، لا يحتقر أحد لأنه دول خلق الله معظمون مكرمون، فهم؟ فكان لا يحتقر أحد. فإذا التفت التفت معا، يعني بكتفي مع رقبته. وإذا مشى مشى تقلعا، كأنما ينحط من صبب، إذا مشى تقلعا يعني يرفع رجله عن الأرض بقوة ويحطها الهوينة، وزريع المشية يعني واسع الخطوة،
صلى الله عليه وسلم، كأنما ينحط من سبب لسعة خطوته صلى الله عليه وسلم. وأما فصاحة اللسان وبلاغة القول صلى الله عليه وسلم، فقد كان صلى الله عليه وسلم من ذلك بالمحل الأفضل والموضع الذي لا يجهل سلاسة طبع، يعني كان يتكلم الفصيح بسلاسة كده، درجة أن كان حتى يغيب على الفصحاء يسألوه يا رسول الله ما معنى كذا، يعني حتى يباجئهم بحاجات هم مش عارفين معناها، عايزين قاموس، وهو وهم فصحاء. خد بالك النبي أفصح الخلق صلى الله عليه وسلم. والموضع الذي لا يجهل سلاسة طبع وبراعة منزع وإيجاز مقطع ونصاعة لفظ وجزالة قول، قول جزل يعني إيه؟ يعني جميل العبارة ما فيهوش زيادات ولا نقص، الكلام على قد المعنى، وكمان مختار من الألفاظ أجمل الألفاظ وقعا على الأذن صلى الله عليه وسلم. وصحة معاني، وكمان كل الكلام اللي يقوله النبي معانيه صحيحة، فهمت ازاي؟ يعني النبي لا يقول أساطير ولا يقول كلام هراء، لا كله ايه هو الحق، الحق ارتبط بلسانه ومظهره وأحواله صلى الله عليه وسلم. وصحة معاني وقلة تكلف، لأن الفصاحة انك تتكلم الفصيح بلا تكلف، مش تتعمد السجع وتتعمد مش عارف ايه وتتعمد ايه، حتى الناس تتضايق من اللي بيتكلف هذا حتى في الخطب، في ناس كده في الخطب يحب قوي يخلي كل ايه اخر كلمه زي اخر الكلمه اللي قبلها، ويقعد كده يتكلم نص ساعه، الناس تبقى معجبه وفي نفس الوقت مش مبسوطه، يقول لك ده متكلف، فهمت ازاي؟ النبي ما كانش عنده هذا التكلف، وما انا من المتكلفين صلى الله عليه وسلم. أوتي جوامع الكلم، جوامع الكلم اللي هو الكلام القليل المبنى الواسع المعنى، أوتي جوامع الكلم وخص ببدائع الحكم وعلم ألسنة العرب، كل العرب كان لهجات متفاوتة متختلفة بين القبائل، كل قبيلة تيجي النبي يكلمها بلسان صلى الله عليه وسلم كأنه عايش معها، وعلم ألسنة العرب فكان يخاطب كل أمة منها بلسانها ويحاورها بلغتها ويباريها في منزع بلاغتها، حتى كان كثير من أصحابه يسألونه في غير موضع عن شرح كلامه وتفسير قوله، من تأمل حديثه وسبره علم ذلك وتحقق. يعني لو أنت عايز تعرف كده اقعد اقرأ حديث النبي بقى في الكتب الصحاح وكتب السنة، هتجد من هذا الأمثلة الكثيرة. وليس كلامه مع قريش ككلامه مع أقيال حضرموت وملوك اليمن، أقيال جمع قيل، والقيل هو إيه؟ زعيم حضرموت يسموه قيل، اللي يملك الحضارمة يسموه قيل، خد بالك، وجمعها أقيال يعني زعماء حضرموت وملوك اليمن وعظماء نجد، بل يستعمل لكل قبيلة ما استحسنته من الألفاظ وما انتهجته من طرق البلاغة ليبين للناس ما نزل إليهم وليحدث الناس بما يعلمون. عشان كده بيقول في البردة إيه؟ لم يمتحن بما تعي العقول به فلم نرتب ولم نهم. وأما كلامه المعتاد وفصاحته المعلومة وجوامع كلمه وحكمه المأثورة فقد ألف الناس فيها الدواوين، جمعوها بقى من كتب السنة درجة تبقى دواوين طويلة، وجمعت في ألفاظها ومعانيها الكتب، ومنها ما لا يوازى فصاحة ولا يبارى بلاغة، كقوله المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم. شوف ثلاث جمل تقعد تشرح فيها صفحات، يقولها ببساطة وبعدين وقعها على الأذن، سهل تحفظها، سهلة تحفظها. المسلمون تتكافأ دماؤهم، يعني كلهم دماؤهم محترمة، الصغير زي الكبير، العبد زي الحر، المرأة زي الرجل، الشريف زي الوضيع، الجاهل زي المتعلم، كله دمه حرام، فهمت؟ بدل بقى ما يقعد يقول كده ويرتن زي ما بقول أنا كده، لا، المسلمون تتكافأ دماؤهم، جمال وخلاص وتتحل الإشكال. ويسعى بذمتهم أدناهم، يعني ايه؟ يعني اقل واحد في المسلمين عليه ان يوفي ذمة اي مسلم وما يغفروش في ذمته ابدا، فهمت بقى؟ وهم يد على من سواهم،
يعني هم مجتمعون يد واحدة على من فارقهم وخالفهم. وطبعا ايه ده ما نأمله في العصر الحديث، ان المسلمين يعودوا على هذه الصفات التي كان عليها الصحابة رضوان الله عليه. وقوله الناس كأسنان المشط، يعني متساوون في العبودية كأسنان المشط. شوف التشبيه ما يخطرش ببال حد، ما حدش شبه الناس كأسنان المشط، ده تشبيه كده أول مرة يستعمل هو النبي اللي عمله صلى الله عليه وسلم، حاجة لم تستعمل ولا تخطر على بال حد، إن يشبه حقوق الناس، الناس في الحقوق كأسنان المشط، يعني متساوون في الحقوق. والمرء مع من أحب، كلمتين لكن فيهم الشفة علشان يبشر المحبين. ولا خير في صحبة من لا يرى لك ما ترى له، يعني لو واحد ما بيراعيكش كما تراعيه يبقى ما تسحبوش، وريح نفسك عشان ما تعملش عداوات على الفاضي. فاللي يراعيك راعيه وصاحبه، طب واللي ما يراعيكش، كلانا غني عن أخاه حياته، وإذا متنا كنا أشد تغنية. سلام عليكم، ببساطة كده. لكن ما اقعدش انا صاحبه وهو ما يراعينيش، وفي الاخر ايه اتخانق معاه وازعل منه وادي عليه. طب ليه؟ من بابها بعيد بعيد على طول، ابعد على طول من بدري بدل ما تعمل عدوات. فهمت؟ فبيقول لك ايه، لا خير في صحبة من لا يرى لك ما ترى له، يعني انت ترى له الخير وهو لا يرى لك الخير، انت ترى فيه الطيبة وهو لا يرى فيك الطيبة. واخد بالك؟ يبقى ما ينفعش الصحبة دي، مش هتمشي. والناس معادن، برضو شوف كلام كله، يعني ده كل دي على فكرة فاجأ النبي الناس الفصحاء بهذه العبارات، فاجأهم، كان أول مرة تستعمل، زي كلمة حمي الوطيس لما المعركة تشتد، أول من استعمل الكلمة دي بهذا الترتيب هو النبي، والحمي الوطيس يعني اشتد سعير المعركة، محدش استعمل الكلمة دي قبله من أي فصيح ولا في بيت شعر. شوف هو العربي في أمة عربية بقى لها قرون قبل ما يتولد، ويفاجئهم بألفاظ هما لم يكونوا يستعملونها. حمي الوطيس. وما هلك امرؤ عرف قدره، طالما انت عارف قدر نفسك وانك عبد وضعيف وعاجز لا تهلك لا في الدنيا ولا في الآخرة، ربنا يغطي عجزك بقدرته ويغطي فقرك بغناه ويسترك ويستر عيوبك. انما تحط نفسك فوق قدر وتتعالى على الناس تبقى فضيحه بقى، يتفضى على طول، اللي هيتعالى على الناس يتفضى على طول. والمستشار مؤتمن، شوف الجمال، المستشار مؤتمن، واحد بياخد رايك في حاجه عشان تنصحه، صارت امانه لابد ان تنصحه، اوعى تخفي حاجه عليه وتخدعه. المستشار مؤتمن. ورحم الله عبدا قال خيرا فغنم، او سكت فسلم. رحم الله عبدا قال خيرا فغنم، غنم ايه؟ غنم الثواب في الآخرة. أو سكت فسلم من أن يقول كلام يحسب عليه في الآخرة. وقوله أسلم تسلم، أسلم يؤتك الله أجرك مرتين، كما قاله صلى الله عليه وآله وسلم ايه في رسائله لملوك زمانه، أسلم تسلم يؤتك أجرك مرتين، لهرقل عظيم الروم قال له كده، أسلم تسلم. شوف العبارة جميلة ازاي. فنكتفي عند هذا القدر إن شاء الله، ونكمل بقية الشمائل الواردة مختصرة في هذا الكتاب. احنا نحاول بنختصر على فكرة، ده كل عبارة من دي عايزة مجلس، وكل مجلس من المجالس دي عايزة تشرح في مجالس، علشان عبارات النبي معانيها لا تنتهي. لكن احنا بس ايه بننوه كده سريعا، لعلنا نشتاق لأن نصافح ونطالع كتب السنة النبوية الشريفة. فنكتفي بهذا القدر في هذا اللقاء إن شاء الله، واللقاء القادم نكمل بإذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله.